محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا لو كان بيننا اليوم، لو كان بيننا، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم. رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ثم قال: يا رسول الله علمني خيرا. قاله عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمسة. قال الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدى على يدي ثم قام وانطلق، ترك المكان، مشى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل وإذا به يرجع مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فتبسم وقال: تفكر البائس. البائس هو شديد الفقر، واضح عليه أنه فقير جدا، يعني تذكر شيء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء لربي فماذا لي؟ يعني وش لي أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فذكر الخمس، هذه وهذه، وضمها على يديه، ثم قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الرجل فقد ملأ يديه من الخير. يوم الجمعة أيها المسلمون هو يوم معظم حتى في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة وأحوال أهلها ذكر عليه الصلاة والسلام يوم المزيد، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة، يزيدهم الله تعالى فيه في كل، في هذا اليوم يزيدهم من فضله. وهذا اليوم هو يوم الجمعة، يجتمعون فيه وينظرون إلى ربنا جل وعلا ويزيدهم في كل جمعة من فضله. هذا اليوم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة. وفي رواية قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر فضائله، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، يعني أهبط إلى الأرض، فعمارة الأرض بالبشر بدأت في يوم الجمعة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.